قدرش يقولهم دابا حنا اصلا من مورا الكوفيد زعما الناس غير من خدمات وزعما وقعت هذه الحركيه صراحه في المغرب في الدومين ديال هكاك. واخا كانت الموجه ديال الكوفيد 19 الحمد لله زعما كانوا اعمال وبقات العجله ديال الاعمال. بعد انتهاء مسلسل الشيخة، ابنة حليمة تعيش الحياة والرفاهية بصحراء مرزوقة. مباشرة وبعد خروج شهر رمضان المبارك وبعد انتهاء المسلسل المثير للجدل المكتوب من العرض والذي كان يبث على القناة الثانية دوزام، خرجت هند بنجبارة بنشر صور وفيديوهات عبر السوشيال ميديا تشارك فيها مع متابعيها حياة الرفاهية والسعادة التي تعيشها في الصحراء المغربية وتجربة لمس الرمال وركوب الإبل والكثير من المغامرات، بحيث شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورها وفيديوهاتها معبرين عن سخطهم العارم بحجة أنها تعيش بأموال الشعب وأموال دافع الضرائب، فيما علق آخرون قائلون انتم تشاهدوا وتطلعوهم الطندونس وهم يعيشوا الحياة بلاصتكم. والجدير بالذكر أن الممثلة الشابة هند بنجبارة كانت واحدة من أبطال مسلسل المكتوب أو الشيخة، والذي شارك في بطولته أمين الناجي، مريم الزعيمي، دنيا بوطازوت وآخرون. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.